التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول مايكل كاريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية الذي يزور مصر حاليا تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وكذا القضايا التي تمس المصالح المشتركة بضوء مجالات التعاون العسكري وسبل دعمها بين الجانبين التقى الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي، الفريق اول مايكل كوريلا قائد القياده المركزيه الامريكيه والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وكذا القضايا التي تمس المصالح المشتركه في ضوء مجالات التعاون العسكري وسبل دعمها بين الجانبين واعرب القائد العام للقوات المسلحه عن اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية مؤكدا حرص القوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون في مختلف المجالات العسكرية والأمنية فيما أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالدور المحوري التي تقوم به الدولة المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار والتوازن بالمنطقة مؤكدا على عمق العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية كما التقى الفريق اسامه عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحه بالفريق اول مايكل كوريلا والوفد المرافق له وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب وتبادل الخبرات بين القوات المسلحه لكلا البلدين حضر اللقاء عدد من قاده القوات المسلحه